نستمع إلى الكابتن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مع الزمالك. الحمد لله دايما بيدوا اللعيبة حقها وبيدوا الفريق حقه. طبعا احنا مرينا بتوقيت صعب جدا الفترة اللي فاتت دي من ضغط ماتشات، ومش أي ماتشات، يعني ماتشات كبيرة جدا وتقيلة مع أهلي وزمالك، 4 مباريات ومع نادي الاتحاد ونادي زد. فأنا بشكر اللعيبة جدا، بشكرهم على روحهم وعلى أدائهم وتحملهم التعب والضغط ده كله. الحمد لله أنا ببقى سعيد جدا جدا لما بيأدوا بشكل كويس وبيأدوا الشغل اللي بنشتغل عليه دايما، لأن أنا عارف إن من الصعب جدا وإنت في الموقف ده تكون بتأدي بالشكل ده وبتلعب كورة وعندك ثقة في نفسك. دايما الضغط ده بيخلي اللعيبة في أوقات في حالات مش كويسة، لكن إحنا عندنا لعيبة كبيرة، عندنا حتى اللعيبة الصغيرة ما شاء الله عليهم. النهاردة تبقى لعب محمد عز من ناشئين النادي، بشكره جدا وبشكر اللعيبة أمام نادي الزمالك. أعتقد يعني مجازفة كبيرة جدا وكان قدها النهاردة محمد عز. بص يا كابتن، يعني هي مش مجازفة، طول ما أنت مؤمن بقدرات لعيبتك وعندك ثقة فيهم، وده اللي دايما بقوله لهم إن مفيش أي حد بعيد، الفرقة كلها عندي جاهزة واللعيبة كلها جاهزة. عندنا لعيبة كتير كويسة جدا وبتحارب وبتحاول إن هي دايما تطلع أحسن حاجة عندها. فأنا بشكره جدا وبشكر اللعيبة الكبيرة إن هي بتدعمه وبتسنده في الملعب. يعني مش قادر بصراحة أوصف شكري للعيبة واعتزازي بيهم وباللي بيقدموه من تعب ومجهود. كنا نأمل في المكسب النهاردة، وال3 نقط كانوا هيفرقوا معنا كتير جدا، ولكن الحمد لله برضو النقطة نتيجة إيجابية، وطول ما أنت محافظ على النتائج الإيجابية أعتقد أن احنا ماشيين كويس الحمد لله، وبإذن الله نقدر نعبر الأزمة دي ونبقى في مكان كويس إن شاء الله. كابتن أحمد شكرا حبيبي يا كابتن، متشكر ليك وشكرا لضيوف الاستوديو، أشوفك على خير.